هنالك من يقول أن الأمم المتحدة بجانب الولايات المتحدة تعد العدة للتمركز بشكل مكثف على الأراضي العراقية تحسبا لأي طارئ أو هجمات من قبل إيران، على اعتبار أن التوصل لحلول مرضية فيما يتعلق بالملف النووي لم يتم حتى هذه اللحظة. سيدتي الفاضلة، الأمم المتحدة كما هو معلوم هي فقط لإصدار القرارات، يعني ليس جهة تنفيذية، يعني لديها قوات دائما حفظ سلام، تسمى قوات حفظ سلام، هذه تعمل على دائما وقوف في المناطق الساخنة للفصل بين القوى المتحاربة. ولكن الأمم المتحدة هنا تتحمل مسؤولية أولا في إصدار القرارات لغرض ردع أي جانب. على سبيل المثال تطرقت جنابك إلى الجانب الإيراني، نحن نعلم أن لديه فصائل مسلحة، ميليشيات تعمل بأمرة ولاية الفقيه، لديه أذرع يستعملها أيضا، ويستغل العراق طبعا في كثير من الأحيان كساحة خلفية ومصد لعدم انتقال الصراع إلى داخل الأراضي الإيرانية. فهذه كلها طبعا على الصعيد الدولي نعم مخالفة للقانون، هناك كثير من القوانين التي صدرت لتنظيم العلاقة بين خصوصا العلاقات ما بين العراق وإيران، ومن ثم العلاقات الدولية، لأن علاقات حسن الجوار تنظمها قوانين الأمم المتحدة. التنسيق ما بين الأمم المتحدة والتحالف الدولي أو الحلف الناتو هو يأتي مكمل لفرض السلم والأمن، وهذا أيضا يصب في صالح الوضع الأمني في العراق. السلم المجتمعي يجب أن يكون ضامن، المواطن يبحث عن أمان، ومسؤولية الحكومة هنا تأتي في توفير هذا الأمان، ليس النخب السياسية أو رجال الدين أو بعض الأحزاب التي تحاول أن تنفرد بنفسها. القوات المسلحة والأجهزة الأمنية طبعا ومسؤولية الحكومة هي الأولوية في تحديد هذه العلاقة والاستفادة من هذه الإمكانيات، لأن المواطن بالنتيجة يطالب الحكومة بالسلم والأمن والاستقرار.